السلام عليكم أعزائي الطلبة. هذا الهومورك رقم 7 اللي هو يتعلق بالمحاضرة الأخيرة، محاضرة رقم 7 اللي كانت تتضمن 3 مبرهنات. يعني المبرهنة الأولى كانت على اللينير بروبرتي، المبرهنة الثانية على البوزيتيف بروبرتي، المبرهنة الثالثة على المونيتونيك بروبرتي. هذا الهومورك يتضمن تمرين، يعني هذا التمرين الأول افترض أنه اكو متتابعة من الدوال G sub N اللي هي أكبر أو تساوي صفر. هذه الدوال تكون قابلة لتكامل ريمان، يعني ريمان انتجرابل. تحقق الشرط الآتي: limit إلى التكامل من أي إلى بي جي إن أو في الأكس دي أكس يساوي صفر. إن هذا راح يكون شيء، هذا الشرط راح يكون يعني بالفرض بالفرضية، وأيضا الجي إن أو في الأكبر أو تساوي صفر أيضا راح تكون بالفرضية. شو ذات اثبت أن إذا كانت التالف قابلة لتكامل ريمان على الفترة اي بي، فإن الليمت ما تنظر بالجي ان بالدالة اف ايضا تساوي صفر، يعني الى التكامل الاف بالجي ان يساوي صفر. هنا نجي للحل. طالما الدالة اف قابلة لتكامل ريمان راح تكون دالة مقيدة باوندد، لانه تكامل ريمان يتطلب انه تكون دالة مقيدة حتى يضمن وجود السوبريمم والانفيمم. يعني لهذا السبب حتى يكون السوبريما موجود لازم لها قيد علوي في الدالة. هذا شرط انه دالة مقيدة يكون لها قيد علوي. هنا راح يكون الام كابيتال وراح يكون لها قيد سفلي اللي هو الام بالسمول، هنا كتبته. لكل اكس ينتمي للاي بي، طالما هي دالة قابلة للتكامل اذا تكون مقيدة، اذا لها قيد علوي وقيد سفلي. بما ان الجي ان اوف الاكس هنا بالفرض اكبر او تساوي صفر، راح اضرب هاي المتراجحة اللي هي الام بالسمول اقل يساوي الاف اقل يساوي الكابيتال ام، من تضربها بالجي ان اوف الاكس ما تتغير. لهذا السبب انه هنا اكبر او تساوي صفر، يعني يحتاج حتى ما يقلب المتراجحه تبقى بنفس الاتجاه. يعني هاي يصير ام سمول مضروبه بالجي ان اقل تساوي الاف مضروبه بالجي ان اقل او يساوي الكابيتال ام مضروب بالجي ان. هاي صار عندك 3 متراجحات. هنا راح نستخدم المونيتونيك بروبرتي اللي اذا راح اذكركم بها من المحاضره، يعني موجودة بالمحاضرة الأخيرة. يعني إذا كانت الـ F أقل الـ G فإن تكامل الـ F يكون أقل من تكامل الـ G. يعني إذا كان عندي دالتين، هنا عندي 3 دوال، هنا عندي 3 دوال. الدالة الأولى هي الـ small m بالـ Gn، هاي الدالة رقم 1، بحيث الـ M هنا يكون ثابت أقل أو يساوي الـ F مضروب بالـ Gn، هاي الدالة الثانية. والدالة الثالثة على الطرف الثالث اللي هو الـ M capital بالـ Gn. يعني عندما تاخذ التكامل هنا راح يكون اقل او يساوي من التكامل هنا اقل او يساوي من التكامل هنا. هذا هو المقصود بالمونيتونيك بروبرتي، التكامل اقل او يساوي التكامل اقل او يساوي التكامل. هنا هذا تطبيق على المونيتونيك بروبرتي. الام هنا ثابت يطلع خارج التكامل، يبقى بس الجي ان بهذا الطرف، هاي تبقى نفسها الام بالجي ان. هنا الام كابيتال يطلع خارج التكامل انه ثابت، يبقى بس الجي ان. اخذ الليمت، شنو المطلوب اثباته؟ الليمت للاف الجي ان يساوي صفر، يعني التكامل مالته يكون يساوي صفر. هذا خارج التكامل، اخذ الليمت، الليمت ما له علاقه، يعني الام سمول ما له علاقه بالليمت، انه الليمت يعتمد على الان. هذا الطرف الايسر الام خارج الليمت، الليمت الى التكامل اقل او يساوي، هنا تاخذ ليمت، هنا تاخذ ليمت، الام كابيتال خارج الليمت. إنه ثابت، يبقى الليمت إلى تكامل الجي ان اوف الاكس دي اكس. هذا الطرف هنا الليمت مالت الجي ان شو يساوي بالفرض؟ يساوي صفر. اذا هنا الام سمول، العفو، هنا الام سمول مضروبه وهذا قيمته صفر، اذا كله صفر. هذا الطرف يطلع الايسر. نفس الحاله الطرف الايمن، هذا الليمت مالت التكامل مالت الجي ان يساوي صفر مضروب بالام اللي هو ثابت، اذا راح يطلع صفر. يعني عندك الطرف الايسر من هنا صفر، الطرف الايمن صفر، اذا هذا الطرف الاوسط راح يكون صفر. هاي اذا طالب يذكر بالمرحله الاولى، يعني دارسين السكويزنج ثيورم مات الليمت، اذا هذا راح يطلع صفر وهو المطلوب اثباته. هذا بالنسبه الى السؤال الاول. الى السؤال الثاني هو تطبيق على السؤال الأول. يقول لك اثبت أنه إذا كانت الأفقاء دالة قابلة للتكامل بالفترة 0 1 فإن الليمت أن للما لا نهاية التكامل من 0 إلى 1 x أس n f of x dx يساوي 0. شوف
فهذا تطبيق على السؤال الأول. إذا تقارن شنو هنا الجي إن هي الإكس إن، هنا الجي إن هي الإكس إن والأب موجودة دي إكس يساوي صفر. يعني إذا قدرت تثبت إنه التكامل ما تل إكس إن تأخذ له لمت يساوي صفر انتهى البرهان. ليش؟ إنه هنا بالسؤال الأول يقول إذا عندك دوال أكبر أو تساوي صفر تكاملها وتأخذ لها لمت يساوي صفر فتضربها بأي دالة قابلة للتكامل يطلع يساوي صفر النتيجة. شنو هنا أخذ تكامل الإكس إن، طبعا الاكس ان هي دوال موجبه ما تساوي صفر بالفتره صفر واحد دوال موجبه الاكس اس ان، انه الاكس ينتمي لصفر واحد ترفع على الاس ان هم يبقى موجب. اذا هذا الاكس ان عباره عن الجي ان. هنا على تقارن بالسؤال الاول شنو تكامل الاكس اس ان من صفر الى واحد؟ هي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد، من صفر الى واحد يطلع واحد على ان زائد واحد، تاخذ لما يتعد ماني يروح للما لا نهايه يطلع صفر. يعني حقق هذا الشرط، طالما حقق هذا الشرط عندما الضربة بأي دالة قابلة للتكامل وتأخذ له ليميت يطلع صفر. السؤال الثاني الدالة بشنو قابلة للتكامل؟ بما أن الأف قابلة للتكامل then from question one من السؤال الأول راح تحصل الليميت إلى تكامل من صفر واحد x n f of x dx يساوي صفر. يعني هذا السؤال الثاني هو تطبيق على السؤال الأول. يعني السؤال الأول هو الأهم، يعني إذا طالب يفهم السؤال الأول مباشر يقدر يطبق السؤال الثاني. هذا ما يخص المحاضرة الأخيرة محاضرة رقم 7 هذا المورك اللي هو رقم 7.